ينضم إلينا من موسكو حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك حسين. إذن يعني الأحداث تتصاعد والاتهامات المتبادلة أيضا بين الطرفين الروسي والأوكراني تتصاعد، ما بين اتهامات أوكرانية لروسيا بارتكاب مذابح جماعية، وما بين أيضا اتهامات من روسيا لأوكرانيا باستهداف المحطة النووية في زابوريجيا. يعني كيف يمكن كبح جماح هذا الصراع، وخاصة أنه في هذه المرة يتعلق بالمحطة النووية في زابوريجيا؟ وهل من الممكن تأمين هذه المنطقة خاصة في أعقاب زيارة جروسي التي سوف يقوم فيها بالاطمئنان على سلامة هذه المحطة؟ هل من الممكن أن يحدث شيء مماثل لهذا؟ نعم، كما ذكرت بالفعل هي اتهامات متضاربة بين الطرفين الروسي والأوكراني. وزارة الدفاع الروسية تتهم الجانب الأوكراني باستهداف المحطة في منطقة مقاطعة زاباروجي. أيضا المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أشارت إلى أن الغرب متورط في استهداف المحطة من خلال تقديم الأسلحة إلى الجانب الأوكراني، بالإضافة إلى عدم الضغط الكافي من قبل الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية على القوات الأوكرانية لعدم استهداف المحطة، نظرا إلى الخطر الذي قد تولده انفجار المحطة على أوكرانيا وعلى روسيا، بالإضافة إلى القارة الأوروبية. أيضا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف دعا صباح هذا اليوم الدول التي لها تأثير على النظام الأوكراني بضرورة الضغط على النظام الأوكراني لعدم استهداف المحطة. كيف يمكن حل النزاع حول مقاطعة زاباروجي أو حول المحطة، محطة الطاقة النووية في زاباروجي، فقط عبر إنشاء منطقة آمنة في محيط المحطة، بالإضافة إلى ضرورة الضغط الجدي من قبل الدول الغربية على القوات الأوكرانية لعدم استهداف المحطة، بالإضافة إلى ضرورة وقف الإمداد الغربي بالمساعدات العسكرية والأسلحة إلى القوات الأوكرانية. في حال تمت أو تم إجراء هذه الخطوات يمكن وقف النزاع ووقف الاستهداف التي يطال محطة زاباروجي. المنطقة الآمنة بالقرب من محطة زاباروجي هناك توصل على ما يبدو تم بين روسيا وبين مدير وكالة الطاقة الذرية خلال الساعات الماضية نتيجة المحادثات والاتصالات المتكوكية كما وصفها بعض الخبراء هنا. روسيا مستعدة للمشاركة في إنشاء منطقة آمنة بالقرب من المحطة، لكن يجب أن يتوصل حسين، ولكن يعني حسين منهجية الحرب الروسية الأوكرانية تغلب الانحياز السياسي على الحقائق العلمية وأيضا على الأخبار المتداولة. هل تعتقد أن الأخبار المتداولة إعلاميا هي أخبار دقيقة إلى حد ما أو إلى حد كبير؟ كيف ترى هذه الأخبار؟ وهل من منظمات دولية تقوم بأبحاث تخص هذه الحرب لإعادة تقييم هذه الحرب وما يدور فيها؟ خاصة أن الأمر أصبح الآن يتعلق بمحطة زابوريجيا النووية. للأسف لا يوجد أي وكالة دولية أو أي منظمة دولية تقدم الحقائق كما هي. الجميع يخفى عن بعض الأشياء التي لا يريد أن يعرضها إلى الرأي العام الدولي. فروسيا تؤكد على أنها قدمت جميع المستندات التي تؤكد تورط الجانب الأوكراني باستهداف محطة زاباروجي، لكن وكالة الطاقة الذرية لا تريد أن تطلع على هذه البيانات، ولا تريد أيضا أن تكشف أن الجانب الأوكراني هو المسؤول عن استهداف المحطة. أيضا زيارة أعضاء وكالة الطاقة الذرية إلى 3 منشآت فقط تابعة للجانب الأوكراني، منشآت خاصة بتصنيع القنبلة القذرة، هذا الأمر اعتبرته روسيا على أنه أمر يريد أن يعتم عن أن القوات الأوكرانية تقوم بتصنيع قنبلة قذرة، نظرا إلى أن لدى الجانب الأوكراني عدد كبير من المنشآت التي لم يزورها أعضاء وكالة الطاقة الذرية. حسين يعني أيضا يعني نعتذر لضيق الوقت، ولكن حسين أيضا في حالة عدم وصول روسيا لمبتغاها من هذه الحرب، كيف يمكن لروسيا أن تحيد المخاطر الآتية لها من كييف مستقبلا، وخاصة أن هذه الحرب لا تعد حرب نظامية في المقام الأول، وإنما هي نظامية إلى جانب أيضا حرب شوارع؟
لا يوجد أي تصريحات روسية تؤكد على عدم حصول روسيا على مبتغاها في أوكرانيا. اليوم ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين كان واضحا أكد على أن لدى روسيا أهداف في أوكرانيا وروسيا ستحقق أهدافها. منذ أيام أيضا أشار إلى أن روسيا ستحقق أهدافها إما عبر العملية العسكرية وإما عبر المفاوضات. هي رسائل روسية بأن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق جميع الأهداف التي أعلنت عنها القيادة الروسية في 24 من فبراير الماضي. بالتأكيد تأثرت روسيا نتيجة هذا النزاع القائم بينها وبين هذا ما هو معلن حسين، ولكن ماذا عن أرض الواقع؟ هذا ما هو معلن بالنسبة للرأي العام العالمي والصحافة العالمية، ولكن ماذا عن الواقع، الحقيقة على أرض الواقع؟ هل هي مغايرة أم مشابهة أم مطابقة؟ الحقيقة وأرض الواقع وفيما يخص التطورات ومجريات العملية العسكرية، بالتأكيد أصابت العملية العسكرية أخطاء، هنا الجميع يتحدث عنها. أيضا هناك تراجعات للجيش الروسي في بعض المناطق ولا سيما في مدينة خاركوف، وهذا الأمر لا أحد هنا يخفيه من قبل الجانب الروسي، لكن هناك تأكيدات من قبل السلطات الروسية على أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون مختلفة تماما عن الأسابيع والأشهر التي مرت منذ 24 من فبراير الماضي. يعود هذا الاختلاف أو هذا التأكيد الذي تحرص عليه القيادة الروسية إلى وصول عدد من الذين تم استدعائهم نتيجة التعبئة الجزئية، بالإضافة إلى استخدام أسلحة مختلفة عن الأسلحة التي كانت تستخدم قبل، ولا سيما تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن تكثيف روسيا الضربات الصاروخية على الجزء الشرقي لأوكرانيا. هو رسالة من أوكرانيا وليست من روسيا بأن القوات الروسية بدأت تتقدم في الجزء الشرقي لأوكرانيا، ولا سيما في مقاطعة دانيتسك، حيث يؤكد الخبراء هنا بأن القوات الروسية أحرزت تقدما هام خلال الساعات والأيام الماضية في الجزء الجنوبي لمقاطعة دانيتسك، وهناك أيضا تعويل روسي كبير على الأسابيع المقبلة وبالتزامن مع ذروة الشتاء في أوكرانيا ونتيجة الضربات الصاروخية الروسية على محطات الطاقة في أوكرانيا. فكيف ستغير هذه الضربات من مسار العملية العسكرية ومن مجريات هذه العملية؟ هل ستكون حسين إلى جانب القيادة الروسية أو إلى جانب القوات الروسية؟ وصلت الفكرة حسين، نشكرك إذن شكرا جزيلا، كنت معنا من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك.